اسالك سؤال، لو الاباني بقى في التوقيت ده مش عقده مع النادي الاهلي، كنت شايف مسيرتك هتبقى عامله ازاي مع النادي الله الاهلي؟ الله اعلم، انا ما بندمش على حاجه لا عملتها. لا انا مش بقول ندم، محدش بيقول لا، ما هو مسيرتي ما اعرفهاش يعني. انا دلوقتي كنت حاسس انك هتندمج لو في ما النادي الاهلي؟ رجعتش، لو ما رجعتش قصدك في الامضه كان زماني بقيت ايه؟ الله اعلم. لا مش زمانك بقيت ايه، مسيرتك جوه النادي الاهلي كان يبقى شكلها ايه من ناحيه بعد ما بطلت ولا وانا بلعب؟ وانت في الملعب. وانا في الملعب برضه الله اعلم، ما اكذبش عليك. هتقول لي مثلا كان زمان خدت البطولات دي كلها؟ الله اعلم. يعني انت كنت رايح مغمض؟ لا مش مغمض، بس باصص لقدام. لا انا لما باخد لا خطوه، لا لا لا، بص كابتن وائل، انا لما باخد خطوه ببذل كل مجهود فيها عشان اوصل وانجح فيها. لا بس في نقطه انا عارف حضرتك تقصد ايه، قول لي. تمام، بس احنا بنتكلم في حاجه. اولا انا لما مضيت في النادي الاهلي، تمام، كان في موسم 2003 2004، ايوه صح كده؟ مظبوط. معلش مع احترام للنادي الاهلي طبعا، بطولاته كبيره جدا، بس انا في الوقت ده الزمالك هو اللي كان متفوق من 2000 ل 2004، صح كده؟ ده فتره كابرال فينجادا، وفتره فينجادا وأوتوفيستر برضه احنا خدنا، وأوتو طبعا خد فتره برضه. تمام. خد فاحنا فاحنا لما نيجي نتكلم وكنا نتكلم على الجيل ده، لا هو كان متفوق، هو كان جيل جامد، خلينا بصراحه واخدين 3 دوري من 4 سنين. حصل. ودي ما بتحصلش في نادي الزمالك الا يعني ده لو حصلت. دي حقيقه. تمام. فلما تيجي تفكر لو واحد زي عائل هيقول لك ايه؟ طب ما تخليك في الزمالك، ما الزمالك هو المتفوق. لا بس ما حدش قدرك. حلو، يبقى احنا هنا، يبقى احنا هنا جينا ايه؟ فما حدش قدرك. يبقى احنا جينا هنا لنقطه ايه؟ ان عقدي كان بيخلص، في سبب ما حدش قدرني، فمين اكبر نادي تاني؟ مش تاني، مش هنصنف اول ولا تاني، النادي الاهلي. فلما اكلمك طبيعي ان انت هترجع تاني لما اكلمك. طب انت خدت الخطوه دي عشان تجبرهم انهم يرجعوا بسرعه في قرارهم؟ ابدا. والناس اللي كانت موجوده في الوقت ده تقول لك انا ما كنتش بلعب على الحتتين، مش انا بتكلم على وائل الاباني. لا 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 خالص، يعني دي مش ضغط على الزمالك. خالص خالص. طب انا رحت الاهلي والله. خالص خالص والله العظيم خالص. خلاص الحمد لله يعني انا مش لا انا رحت للزمالك ساعتها وقلت انتوا لو عايزين تجددوا معايا يلا انا جاهز، واتفقنا على كل حاجه. تمام. وطبعا هم يعني محدش نفذ حاجه، اخلوا بالاتفاق. فالنادي الاهلي كلمني تاني فرحت. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، بدليل ان انا كلامي يعني انا صادق في كلامي والناس موجوده، مهندس عندي القيع موجود. انا لما قعدت معاهم قلت لهم انا عايز امضي عشان انا بحب استقر، ما بحبش العب على الطرفين. خد بالك، عايز امضي. قلت الجمله دي عشان ابقى مستقر. أبقى مستقر، انا جاهز اخد مقدم عقد وامضي. وحصل نفس القصه على فكره لما قعدت في نادي الزمالك، قلت له طالما اتفقنا جاهز فلوسك يلا انا همضي. مش اللي هو ايه افكر مش افكر. وكمان ايه اللي طلبته هنا هو اللي طلبته هنا. لا يا راجل، اقسم يعني الاهلي ما ادكش اكتر؟ والله العظيم ابدا، والله اللي طلبته هنا هو اللي طلبته هنا. والاهلي ادالك المبلغ اللي طلبته هنا؟ انت وافق في الزمالك؟ وافق، ما خدش المبلغ كله. ما انا فاهم، ما انا فاهم. وافق هنا بس الاهلي وافق. الاهلي وافق، الزمالك ما وافقش. موافقش. الزمالك ما وافقش، مش ما وافقش كمان كلاميا، يا ريت ما وافقش كلاميا وتفاوض. ايوه بس فعليا بقى لما انت خدت خطوه الزمالك وافق. لا مش هرجع اقول لك برضه، انا بتكلم على مش كلاميا كمان، لا ده انا يعني معلش خلوا شكلي وحش قدام الجمهور، سوقوا شكلي قدام الجمهور رغم ان انا ما عملتش حاجه. يعني حتى ما كانش في كلام، ما قالوش ان احنا مش موافقين، لا ده سوقوا سمعتي الاول. وبعدين وبعد كده لما عرفوا بقى موضوع النادي الاهلي قال لك تعالى، بداوا يتكلموا معايا.